بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، الحديث 559 عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يبصر أحدكم القذاة في عين أخيه وينسى الجدع في عينه. رواه ابن حبان في صحيحه، وابن المبارك في الزهد، وكذلك أبو النعيم في حلية الأولياء، والحديث الصحيح. إخوة الإسلام والإيمان، ما أنت تاريخ الإسلام كأيتهاي كوغي بشي كوباد محرم سنة تكون أفر بقول أفرتني يصدح إسلام كان وافق سن طبنكي بشي سيدادات سنة كلابادة كون إلا باتني كوغي. وحنو كجري موضوعي قيمها بنايان او ما قعد الري ستر المسلم، اما الترغيب في ستر المسلم والترهيب من هتكه وتتبع عورته. وفك مسلم كعيبي سو الله استرو ان تعايل كل استعلاسين هيو يو سيدة شرعي غان وبوري يفضيح هذا قفك مسلم كان لا فضيح هي سان لو قلين موضوع عسان وكسو جري انت نبلابين حديث كان نسيو قد قلين شرع وحان مارتي كدواجيني إن بشي أي شري مارتي كو إن تاي إن كلو خلاف كتشرو إلى يومنا هذا سيدي ويان ودمضة قاربة وحيدة إن شلبة كو هيت سيدة مصر وكله يا عراق وكله ودم كرانا وحيدة إن ما أنتو التلاذة أي بشو أي كو تاي سيدة جوردن إيو إندونيسيا إيو سعودية إيو وحيدة إن ما أنتو التلاذة أي كو أنا قاعد أكينيو رؤية أن مانتا إن حالي بلاتي أي دد بدن إيش يجين وهي أركان أيجا بشي إن أركان مركو حنو لنا هي مانتا أي بشو كوت هاي محرم إن سنة كا كنا فر بغل فرتن يصدح وي مركا دي مانتا اللي قبل لابو تاريخ لباتن ما لهاس أي نقوني سا عاشو يوم عاشوراء مركا أنت إن شاء الله تعالى كل واحد كسر عسبون هذا ونلصه عنا إنا انت كذب حديث كان حديث عظيم ويان وموضوع عن نسي توصي اتابان هيا حديث كوحا سو ساري الامام عبد الله بن مبارك كتاب كيسا زهد في الزهد سيدوك ابن حبان كتاب كيسا صحيحة ابو النعيم في حلية الاولياء شيخ الباني رحمة الله عليه وصحيحنا يا حديث كأكثر من موضع وكصحيحنا يا وكصحيحنا يا صحيح جامع صغير الرقم كحديث كسيديت كوني صدح طبعا وهكذا كصحيح هنا يا سلسلة صحيحة رقم كحديث كصدني صدح وهكذا كصحيح هنا يا صحيح ترغيب وترهيب إن رقم كحديث كلا بكون صدح بقول صدني يكو انت صور دنبا حديث كالمارتي السحادي سوي وحديث سوغن أو ثابت ذوي ابن حبان كتاب كيس صحيحة وكسو صار هايو إن سيدوك عبد الله بن مبارك كتاب كيس الزهد سيدوك أبو النعيم في حلية الأولياء أحمد بن حنبل مسندك أما زهدي أسوى موقوف وصو سارة يا مركة حديثك وحديث صابي ذوي أنت مركة أنه كقود منه حديث كانوا حانش أعلان لها إني آد قف كستو وقاردو إنو بل صفة عن معاني سودوها حديثك وطابان هيا شخصي كست أو مسلم وطابان هيا وطابان هيا مار تيار كست يؤرر كست أما جماعة كست أو مسلمين أي أنه وطابان هيا فردي إيا مجتمع أنتم بوحوا كتاك هيا ماله وانا ارين ادي اد حقيقه جرت ويان ابو هريره وحول الرسول وحول عليه الصلاه والسلام يبصر وحو ارك هيا احدكم احد كين القذات سحر بو ارك هيا يا وسخ في عين اخيه ولالك اشي سكو دح جرت وارك وسخ ير يا بور ير يا وح ير او مارت ولالك اشي سكو جرت وارك وينسى والو بها يا الجدعه جرد اما الدقب في عيني إشي سدوغب دان أو سارن جيت دان أو إشي سكو قدبان أو سارن تمر ترد دي دو إشي سارن وإلو بها ما أركايو إن إخوتي في الله حديث كان وحو النبي عليه الصلاة والسلام ونو مثالي أو كعدي عيبها داتك كالسيد الله أركو يقفك عيبتي سوسو أركينين وإن كان عيبتا قفك كالهبا يراتبا تيسوين أركو اسمايو
مركا النبي وحولي أحد كين وحو أركايا القذات قذاتك وحالي هذا القذات القذانة ويسوء أرورتي وحالي هذا بورك إي وحيابا وسخ ليري بيه إي عانها إي وحا كل عالي هذا مركا وحي يرو وسخة ووالالكي إشي سسارم بو أركي جيد وين إي تمر وين سلكيد أو جردي ودوق بدن أو إشي سكو جرتانا ما أركا هايو معنى هذا محاي نقونيسا نقفك مسلم كا walaalki caab yar oo yar oo daqiiqa oo u leeyahay uu arki way u muuqataa maanta dhamu falanqayn oo ka sheekeen waa wax yar aad caab weyn oo dhaahir oo iska muuqato nin kastaba uu arkayna oo asaga ku taalana ma arko macnaheedu sidoo qofka bini'aadamka asagu isu fiirineen ummada kale u fiirinahay ay ku tusineysa caab yar oo walaalki u leeyahay oo daqiiqa oo qof u fiirsada mooyaane أنا اللي أركي نن غفكا هو أركي عيب وين موقتا وعدك سيؤتشي دو أصيغو إلهي نسمع أركايو ولذلك بحصو أروري بعض الألفاظ والنبي عليه الصلاة والسلام وحديثك وكل هاي ما ركتي يبصر أحدكم أحدك هو أركايا ألقى ذات سحر في عين أخيه ولالك إشي سكوت الله وينسى وإلوب هيا وكتقي الجدعة الجدعة وهكذا صارت الجد ولا الجدلة جدلي هي الجدع واسكم معنوي مركب وحصارت الفاظها قاركود وينسى وإلوب هي الجدلة وفي عينه إشي ساعات معترضا ضدبا جدلي وهل هذا الخشبة العالية الكبيرة ندقب أما قري وين أو قيد أو قللون أو وين أو دير oo ishiisa ku jirto oo taa u dadban oo ishiisa ku dadban ma arkaayo idan waa arin cajiib wey walidalka culimadu markay sharxayeen xadiidkan al-imam al-munawi rahmatullahi alayhi wuxuu leeyahay rahimallahu man hafiza qalbahu wa lisanahu ilaahay uu naxariistay qofka qalbigiisa iyo carabkiisa xifdiyay oo walazima shaanahu shaanigiisa laazima iyo xaaladiisa ku mashquulay أو وكف كهر عن عرضه مسلم ككل عرض غوضة يوحى كاستاغي أو وعرض كتشيت سيدة عما لا يعنيه وحانا أساق خسينينا كتشيت سيدي فمن حفظ نك إلى لي هذه الوصية وصية نوتنا نك حفظية دامت ويتشوكتين إسا سلامته نبت قلية ديسي بتبادة ديسي وقلد ندامته شليت ديسي ويرانسة نك عرب كيسي يقلب كيسي إلى لي أموره سنة كمشغولة عرضك بن آدم كان كتشيت سدا وهم على يعني أنه أساق خسيني أنه إسكا كتشيت سدا مارتي سدا يالا وحا دائم نقون إسا أنه بتبادة دي سيا الدنيا آخر وبتبادة هيو وحانا يران إسا شليت دي سا يران إسا إذن إخوتي في الله وامرض يمصيبة ويان إنه قفك مسلم كهات يتشير عيبها الددك كلا وإن كان هباي أهات عيبها قليلة تنتو يرهبات inu mijher iyo toosh uu ku ifiyo ceeb weyn oo asaga maarta ku taalo oo banaanka taalana uu soo jeedin ka annamaasan waxba lahaynba saadarteed ba min dabeecada bashar illa in yaro ilaahay u naxariisto mooyaan dabeecadoodu waxay tahay inay falanqeyaan ceebaha dadka kale asagana uu iska dhigo nin saliima tayaaradka iyo jamaacadka jira iyo madaahibta in madaahibta kale iyo jamaacadaha kale ay wax ka sheegaan ayagana isoo arkaan inay saliim ay yihiin Soomaaligu naftirkii Soomaalida kale inuu wax ka sheego asagana uu nabadgelyo yahay oo saliim u ceebaha u salaahin xumaan oo dhan Soomaalidu saari Soomaalidu waxa ma maqlaan nadaam may ogolo waa dad sidana waa dad kan ah waa dad iscuna waa dad islaaya maanta dhan Soomaalidaas u kaadli anta weyn adigu maxaa tahay adigu anta minhum adigu ma kamid baa tahay dadkaas ee intaas xumaan aad ku sheegaysay kamid baata ee nidaamka ogoleyn ee waxa ogoleyn ee isdilaya ee kana aad ku sheegaysay adigu kamid baatahay marka waxay dhahan qofka halaagiisa almarkaz alawl wax kasta hadduu asagu awl iska dhigo ama iska saaraba tajriid sameeyo waxaanu dadka ku sheegayaa asaga hadduu inuu ku jirin boo soo arko waa halaag weyn qofu naftiisa ma qaban karaa liyaada idan basharka aqlab kooda saa ku bays gareysan shakhsi hadduu yahay dadka kale ceebahoodu arkaa oo maato dhan daalacan oo ka warami tiisa laakiin uma jeedo haddii madhab yahay in madaahibta kale ayuu dhaliili
هدو جماعية هنا جماعة ذا هكلو دليل عيبتي سما فيرن هيو أرنت وارن خطروي صدرت بحديث سند كيس وضعيف يا هي لكن معناها هان صح أيا وحي وحوها طوبى لمن شغل عيبه عن عيوب الناس جنة ذي وناق وحا إسكال هذا أسوق ناضي قف ما أرتي عيبتي سو أي كم مشغول سا عيبها دتك كلا بمعنى دتك كلا عيبه هذا أنتو شيقي لها عيبتي سبا كقرس عيبتي سبا كم مشغول سا طوبى لمن شغله عيبه عن عيوب الناس وحاق قوليستي أو جنة يواناكو قوليستي ننكا عيبتي سو أي مشغولي أي كم مشغولي سي عيبها دتك كلا أنتو أركي لها عيبتي سي مشغولي سي مركا أخي الكريم وأختي الكريمة أنت هذا دتك لعيبته هذا أكعن انظر في نفسك كم عيب كم من العيوب فيك إما عيب هذا هذا تعالى أو مارتي كوتشرت هذه قابين حق عبادة نقطة هذه حمان الله سمية أي نقطة هذه ضد الحمان هي أي نقطة هذه خير لقى قابي أي نقطة إما عيب الله هذا هذه معاسل وتشر أي نقطة ماقع عيب أذو الله هذا هي بل تكلا انت هذا يدتك لطوضة انت هذا قاعدين بل هذا تهذا ديب أفير سادرت وحاك لذو قاتا قيامها عيبها دتك للويدين ما هيو عيبت هذا لكن والويدين لليش هذا للويدين قابس كاد قابين يسا للويدين هيا لكن عيب قفك للويدين ما هيو قفك لعيب تيسا لقما ويدين هيا هذا تهذا للويدين مرها دي تهذا للويدين هيو مدان للويدين ان انا تكون مشغوشي لمرها بيه مد الويدين دون الله ربا إنا تكون مشغول شو ذا هجاتشي اصلح نفسك اصلح نفسك أولا نفت هذا هجاتشي مركو أهر ريسا انت هذا عبادت كلادوك عن رنتي حقيقة حديث كاس حديث عظيم وي يبصر أحدكم القذات في عين أخيه وينسى الجدع في عينيه وينسى الجدل في عينيه معترضا نوصار سحر كير يا عيب تير او ولالكي كوچرتا يو اركي عيب توين اي ددبان اي موقتا اي ظاهر كي نفتيسا كوچرتانا ما اركاي وارين خطارا وي واسيدا لوب بدن دومر هدايتا دومر كاكالي كهالي او اليه بلايا ساويان كاويان ايضا ما اركتا وحيا حماطا ديضا نين هدويا رقا كالو كهالي دلن ير هدويا دلن يرادا كالو كهالي قبيل هديين قبيل كاكالي كهاليان دولد هديين دولد كالي كهاليان اياق عيبه هذا ويرتا اي بقفك ينو سشيغو بلا سقوح اسكاد يا سليم نبض قشان وضوح عصر دمبا عن لهين هيركا قفك دو قان وهلاقوي عيبتا هذا كن مشغول انت هذا عيبها كلا هذا في رنين ماركا اشتغل عيبها هذا كن مشغول وعيبها دات كلا في رنين ورطت هذا هقاج تالا بذكت دمان انه ارنك بضطي الهي سبحانه وتعالى وحاوي ديساننا باسماء الحسنى وصفات العلا انو حقا نتسنون ارتاق حقا راعتان كيسا كوا عيبه هذا هجاتية أو عيبه ضد كنا كائن الله إلهي سبحانه وتعالى هنقدره المربع حديث كأن كل عين هي لفظ جيس وحنا عطسنا يا حديث كاس إنه قف كست أتى لفظ عربي هدوس جرين في صوماليهان وحلف ذيو أو عيبه يسوي كم مشغول عيبه ضد ككلنا وفرها كقاض الحديث 559 عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يبصر أحدكم القذات في عين أخيه وينسى الجذع في عينيه رواه ابن حبان وابو النعيم في الحلية في حلية الأولياء وعبد الله بن مبارك في زهدي والحديث صحيح هذا وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.